طبعا يا جماعة تلات قراميط اللي جم معانا النهاردة داخلين على خيط رمال 25، خيط مكنة 25، سن مقاس 7، سن صغير، سن غلة مشتري بطعمه برضه، سن صغير كده قد حبات الغلة. يعني لازم اما يقع معايا سمكة كبيرة او قرموط كبير لازم اتعامل بعقل، مينفعش اتغشم عليه، لازم اعمل حساب العدة اللي معايا، عدة غلة، عدة بولتي، مينفعش ان اتغشم. يعني عيد خيط 25 هشد بيه قرموط 5 كيلو، مينفعش، لازم اخد ودي. يعني مثلا القرموط ده لازم انزله بخيط مثلا 40 50 60 عشان اقدر اشد، يعني اتعامل معاه. طبعا وش الرمال هيبقى مثلا لو انت شغال ب 50 هتشغل وش الرمال 35 40، هيبقى في جام حاجه جامده تعرف تتعامل. طبعا السن مش هيبقى 7، هيبقى مثلا 0 1 او 1. العده بتتقل، فانت بتعمل حساب ان العده اللي معاك تقيله فبتشد براحتك، لكن عده خفيفه لازم تعمل حساب ان العده اللي معاك خفيفه فبتشتغل بعقل، بتهدى وتجيب القرموطه جنب الشط. لو معاك لقافه بتجيبه باللقافه، معاك حد بيمسكهولك، معاكش حد بتهمده خالص وتدكك العود وتقوم جاي ماسكه بايدك. ده اصول الصيد، ما ينفعش حد يخش في التعليق بقى يقول لك ايه يا عم ده انا بطلع على 4 كيلو مره واحده على بره. إيه؟ مش الكلام ده يا جماعه، احنا نقعد نشتغل بعض، مش حاجه اسمها اطلع قرموط 4 كيلو على بره على طول. ده كله بيبقى تلاقي لو جاب قرموط نص كيلو تلاقيه هيموت ويقعد يعرق وهو بيطلع. حاجه اسمها قرموط تطلع على بره 4 كيلو على بره على طول، ليه ده؟ شغال بعود صب، ده العود الصب ممكن ينكسر. الصيد يا جماعه بالعقل مش بالعافيه، الصيد بالعقل مش بالعافيه. والمتعه لما يكون معاك سمكه كده تقعد تلعب معاها، انت بتطلعها في دقيقه، افرض معاك طلعت معاك في دقيقه، ايه المتعه في كده بقى؟ متع نفسك، لما يجي معاك سمكه متع نفسك وهمتها بالراحه وامسكها بالراحه وخدها على الشط وامسك. دي اصول الصيد، متعه الصيد في كده، في تشريق السمك. يلا يا جماعه اللي ما عملش لك يعمل، تابعونا رجل. ده واحد كمان يا جماعه، ده ثالث واحد. خف يا علي، معلش يا جماعه الغمزه بتغيب قوي، كنت قعدك ساعه ما بتاخد غمز. خش ثالثه اهو، خش يا نجم امسك. لبس ظبط التصوير كده كده اللي ظاهر معاك. ماشي شوف الكراكه تطلعه. معاك شايل بس ساعد. لا يا عم انا هديلك دلوقتي الجواز بقى. كده كده حلو عندك منور. قال لو جبت انا احسن يا عم. اعمل كده كده احسن يا عم. انت هتبقى تشد هنا يا عم. كده حلو. انزل هاتوا عبده من المية. ها؟ خوف ابن عمه. كده كده بعيد ولو كده انا عارفه عليا. حلو حلو.
هيقطع الخيط على طول. وانت عم علي بتنهر. بس ما بحبش الا رميه. اذا ما عندك اعلى ولا هنا؟ لا هنا. متاكد؟ اي. انت كده فوق بوش الشمس. تعمل وراي كده، تعمل وراي شوي. وراي كده. كده اللي عمره. ما تمسكش الخيط خالص يا عبد الرحمن. لا لا تقول ما تمسكش الخيط. انا اجيبك عليك اهو، ما تمسكش الخيط خالص. لو كده عدل منك سيبه زي ما هو. الخيط مش موجود، ماشي؟ اعتبر الخيط مش موجود. ابعد عن الخيط خالص. اطلع يا وحش. صور صور الوجه. اسلم يا عمر. اخوان الجاله اهو. طب هذا يا هيك رمين تبع شو عليك هاك عشان الصوره تحلى. ده التاني رجاله كبيره اهو، غير الرضاع الصغير بتاع الصبح. اقول لكم الاثنين دلوقتي، ده حد يقول لك ده نفس القرموط والكلام العبيط ده. ده التاني اهو، واحد بالكراكه، واحد مين اللي تسمع جاي؟ ها؟ عبودي. وعبوده صور عبودي. صور عبودي. عبوده طلعوا رجاله. تعال بقى كده، تعال كده، تعال كده علي، امسك تعال صورك بقى، تعال خلاص يعني، خد يلا بعدين. اهو رجاله نفس الشكل، هنوريكم الاثنين دلوقتي. ده عندي يقول لك نفس القرموه. تعال علي بقى نوريهم الثاني. اه يا علي تعال اهو علوه، خش علي خش. خد بقى تحت اللي كان هيتكسر دلوقتي يعني. هكنا عبده صوره. ده يا جماعه علي مدير التصوير النهارده. شوفوا يا جماعه القرموط عامل ازاي، شوفوا جماله، حاجه كده تتاكل طري. شوف شنباته. عبده رجاله اللي جابه، عسليه يا جمال امك. ماشي يلا علي، تعالى نروم التاني كمان الاثنين مع بعض. اهو رجال، ده اللي طلع دلوقتي، الواد اللي عبده جابه، وده الكراكه جابته. الاثنين اهم طبعا، بتاع الكراكه اكبر اهو. لا خلاص خلاص. شوف الوان العربيات عامله ازاي يا جماعه، الوان عامله ازاي. ده طبعا بتاع الكراكه، وده اللي عبده جابه. مين اكبر من مين بقى؟ اهو حلويات الاثنين اهم مات. سمعك بعيد، سمعك جاي، سمعك جاي. الاثنين اهم مات. خلاص يا علي، خلاص يا علي.